قد يصعب عليك إخفاء مشكلة التعرق الزائد التي تعانيها. هذه العملية الطبيعية الإفرازية للتخلص من الحرارة الزائدة قد تتحول عند البعض لمشكلة طبية وحرج اجتماعي وأزمة نفسية. فما هي أسباب التعرق الزائد؟ وهل ثم حلول وعلاجات جذرية لهذه الإفرازات؟ وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بالدكتورة رشا القاسم، أخصائي أمراض الجلدية والتجميل. صباح الخير دكتورة رشا. صباح النور. خبرينا دكتورة رشا، ما هو الهدف من التعرق؟ التعرق طبعا هي ظاهرة فسيولوجية في الجسم، أوكي. هي سببها من الهدف منها أن احنا تنظيم درجة حرارة الجسم وفي نفس الوقت ترطيب الجلد، أوكي. نعم. وبرضو هي ليها دور ان هي بتقلل من الإصابة بالبكتيريا عن طريق الجلد او اي جروح او اي حاجة، بس طبعا بنسبة بسيطة. الاساسي بتاع التعرق اللي هو تظبيط درجة حرارة الجسم وترطيب الجلد. نعم. هل هنالك عمر معين يبدأ فيه جسم الانسان بالتعرق او انه منذ الولادة؟ لا طبعا، في عمر معين بعد الشهور الاولى يبتدي تظهر التعرق والغدد العرقيه تبتدي تكتمل بعد شهور معينه. نعم. بتختلف طبعا من فترات العمريه كلها، يعني فترات المراهقه غير فترات بعد البلوغ غير فترات الشيخوخه. كل ما بنبتدي نقرب من فتره المراهقه او فتره البلوغ بيبتدي نسبه التعرق بتزيد لفتره الشباب وتبدا تقل شويه بشويه بعد فترات الشيخوخه او السن الكبير شويه. نعم. إذا عملية التعرق هي جدا مهمة لجسم الإنسان. بالضبط كده. وتقوم بتنظيمه وحتى ممكن نقول تجديده. بالضبط كده. وتخلص من السموم. أكيد لما نرطب الجلد ولما تعملي ترطيب للجلد يبتدي الجلد يتحسن والكواليتي بتاعته تبقى كويسة. صحيح. ولكن ماذا عن التعرق الزائد أو المفرط؟ ما هو بداية؟ ومتى ممكن نقول أن هذه الحالة تعاني من التعرق الزائد والمفرط؟ التعرق الزائد بيبقى ليه أسباب كتيرة، منها أسباب خارجية وأسباب داخلية. العوامل الخارجية زي تغيير الفصول ودرجات الحرارة العالية. العوامل الداخلية بترجع لعوامل وراثية، لأسباب ممكن تكون مرضية، والأسباب ساعات يعني ستريس او سيكولوجيه. بالضبط كده. بالضبط كده. نعم. ولكن يعني سؤالي دكتوره رشا، بالنسبه لهذه الحاله متى ممكن يكون تعرق طبيعي ومتى ممكن نقول عنه مفرط؟ تمام. يكون مفرط لما يبتدي يتدخل او يعيق بعض العمليات الحياتيه بتاعتنا، يعني لما يبدا يسبب لنا احراج، لما يبتدي العيان ساعات ايديه او رجليه. التعرق بيبقى في الايدين او الرجلين او تحت الايدين او في الجسم كله، ساعات بيعيقوا عن ان هو يكمم او يتمم مهامه الحياتيه الطبيعيه. نعم. ايضا هنالك من الاشخاص اللي يعانون من التعرق بدون يعني بذل اي مجهود او بدون ما انه يكون الجو حار، فهل هذا يعتبر ايضا تعرق زائد ومفرط؟ والله هو التعرق الزائد والمفرط زي ما قلت لحضرتك، هو اكيد من غير ما يبذل مجهود او من غير ما يبقى الجو حر، اكيد ده يعتبر نوع من انواع التعرق المفرط. ولو تدخل في امور حياته الطبيعيه يبتدي يراجع الدكتور علشان يشوف ايه السبب اللي وراء المشكله دي. شو اكثر انواع او الاسباب شيوعا فيما يتعلق بالتعرق الزائد؟ الأسباب لو احنا هنقسمها زي ما قلنا، العوامل الخارجية زي تغيير الفصول والدرجات الحرارة العالية والرطوبة. نعم. إلى العوامل الداخلية. العوامل الداخلية لو بنتكلم على ممكن تبقى عوامل وراثية، ممكن تكون مشاكل في الهرمونز أو مشاكل في أنواع معينة من الغدة زي الغدة الدرقية. ممكن تبقى مع السايكولوجيكالي، مع الاسترس أو الحالة النفسية، يبتدي العيان يشتكي إن هو بيبتدي يبدأ يلاحظ إن في تعرق زيادة في إيديه أو رجليه أو حتى وشه. نعم. إذا تبعا للسبب
يكون العلاج. أكيد طبعا. ولكن قبل التطرق إلى العلاج، خبرينا الدكتورة رشا، بالنسبة للتعرق الزائد هل ممكن يكون له آثار جانبية، يعني يسبب جفاف لربما، أو يسبب مضاعفات على جسم الإنسان؟ هو طبعا التعرق الزائد زي ما قلت لحضرتك ان هو المشكله الاساسيه بتاعته ان العين يبتدي يشتكي، ان هو مش عارف يمارس حياته بصوره طبيعيه، ان ممكن يسبب له نوع من انواع الاحراج وعدم الثقه بالنفس، لان صحيح. في ناس كتيره ممكن اللي بنقول عليه زي دلوقتي التنمر، الناس تتنمر ان نعم. انت ليه عامل كده، ليه هدومك على طول مثلا مبلوله. طبعا لو هو بيلبس، مضطر يلبس يونيفورم او اي حاجه معينه، بيبقى هو محرج لان ساعات مش عارف يلبس حاجه زي كده، فنفسيا بتاثر عليه طبعا وبتدي له نوع من انواع عدم الثقه بالنفس. هي اكيد التعرق الزائد مش هيسبب الجفاف، بس هو ساعات بيسبب الزياده من الاصابه بالبكتيريا والفطريات، وبالتالي اوكي ممكن نعم. يسبب غمقان زي اماكن تحت الابطين او ما بين الرجلين او في اماكن الجسم بصفه عامه. تحدثنا قبل قليل ان هنالك علاج طبعا للاسباب. بالظبط. العلاج الطبي طبعا هو المفروض اللي تبع اللي يعاني من هذا من هذه الحالة المفرطة في العرق، ولكن نسمع ايضا عن علاجات طبيعية، ويعني هنالك انواع من الزيوت وما الى اخره التي ينصح بها الاشخاص، فهل هذا الشيء صحيح وممكن يساعد في هذه الحالات؟ والله هي العلاجات الطبيعية هي بتعتمد على تغيير اللايف ستايل أكتر، يعني العيان المفروض نقوله يشرب مية كتير، لو هو بياكل أملاح كتيرة ياخد باله من الأملاح ويتابع مع الدكاترة، مع الدكتور يعني، يعمل الانفستيجيشنز بتاعته. الزيوت والحاجات الطبيعية أو المواد الطبيعية في منها حاجات ممكن نستعملها، بس في حاجات كتيرة للأسف ممكن استعمالها يؤدي إلى مشاكل وأعراض جانبية، لأن هي بتقفل المسامات زي أنواع من أنواع البودرة أو بيقولوا عليها الشبة، دي بتقفل المسام، قفل المسام دوت مع الوقت يطلع لنا التهابات ويلتم لنا صديد وخراج، فبالتالي لازم ان احنا يكون تحت استشارة الدكتور الاول ونشوف الحالة، هل هي مستاهلة تاخد حاجات دوائية بناء على سبب التعرق بتاعها، ولا هي اوكي ممكن تغير حاجات في اللايف ستايل بتاعها وتبدأ انها تلاحظ تحسن في المشكلة بتاعتها. وهي اخذنا العلاجات الطبية، هل هنالك علاج واحد لهذه الحالة او مختلف ومتنوع طبقا لكل حالة؟ احنا قلنا على حسب المسبب. نعم. طبعا المسبب لو كان عوامل خارجيه نحاول نتجنب التعرض لدرجات الحراره العاليه، نلبس ملابس قطنيه، ملابس الوان لونها فاتحه بالذات في فصل الصيف، نتجنب التعرض المباشر في درجة في ساعات الذروه زي ما بنقول، اللي هي بتبقى ما بين الساعه 10 للساعه 4، علشان حتى بشرتنا كمان ما يحصلش ليها مشاكل. لكن لو هي اسباب داخليه فلازم نعرف المشكله ونعالجها، يعني لو هي مشكله في الغده الدرقيه بنتابع ونحلل انزيمات الغده ونشوف نشوف الهرمونات بتاع الغده نسبتها كام وهي محتاجه علاج بجرعاته قد ايه، فيبتدي يتحسن الحاله معانا. في عندنا لو الحاله سيكولوجيه نبتدي ممكن ناخد كورسات تزود الثقه بالنفس، تعمل كنترول، تقلل لو هو بيجيله بانيك اتاكس، هي على حسب المشكله زي ما بنقول بنعالجها. طبعا لو في عوامل وراثيه بنبقى عارفين من الهيستوري بتاع البيشنت ونبتدي بقى نحدد العلاج. طبعا الاسباب لازم نعالج السبب علشان نتخلص من المشكله الاساسيه. السبب الوراثي شو يكون علاجه؟ الاسباب الوراثيه هي عاده ما بيبقاش ليها علاج غير لو احنا بنعمل حاجات زي حقن البوتوكس، هي بتبقى طبيعه الجسم كده، فبالتالي ملوش علاج سبيسيفيك او ان هو بياخد حاجه تغير في تركيبه الجينات بتاعته، لا طبعا. هي بس الفكره ان احنا بنظبط اللايف ستايل بتاعه، وفي نفس الوقت لو هو يعمل جلسات زي جلسات حقن البوتوكس او يبتدي يعني يتابع لو هو عنده اي مشكله تانية ليها علاقه برضو بالمشاكل الوراثيه زي ما قلنا عليها قبل كده. الكثير من الأشخاص ممكن أن يتجهون لحقن هذه الإبر من مواد مختلفة بدون استشارة الطبيب، في هذه الحالة شو ممكن تكون المخاطر؟ طبعا هي مشكله كبيره، بالذات الحاجات الاونلاين شوبينج دلوقتي، وكله بيدخل على فيسبوك او انستغرام ويبدا يشوف وبيشوف الاكسبيرينس تجارب الاخرين وبيحاول ان هو يقلدها، مش بس في مشكله التعرق الزائد، في اولموست اغلب المشاكل اللي بيواجهها صحيه او ليها علاقه حتى بالجمال والشعر والبشره، فيبتدي يجرب هو من نفسه. طبعا هي المشاكل ان ليها سايد افكتس كتيره، احنا ممكن ما نعرفش ايه هي الماتيريال اللي هو بيستعملها او اللي غيره استعملها، ممكن ما تعرفيش انت مناسبه ليكي زي ما كانت مناسبه لغيرك او لا. التركيزات نفسها والجرعات دي كلها بتختلف من شخص لشخص على حسب الهيستوري بتاعه، فهي الفكره كلها ان مش اي حاجه انا بشوفها او اشوف صاحبتي عملتها فانا هروح على طول اعمل زيها عشان انا صحيح. اكيد هستفيد، لا، هي طبعا في اختلافات فرديه ما بين كل شخص والتاني، حتى في اختلافات فرديه من فصل لفصل، يعني احنا في فصول
كل سنة المختلفة جسمنا بيتغير، فبالتالي لازم لما ناخد أي حاجة علاجية لازم تكون باستشارة الطبيب عشان تاخد منها نتيجة كويسة وفي نفس الوقت من غير أي أعراض جانبية. نصيحة رائعة دكتورة رشا، ونهاية ممكن تخبرينا حتى عن مزيل العرق، هل يجب على الشخص أن ينتبه على المكونات الموجودة فيه، يستخدمها بكثرة ما يستخدمها بالمرة؟ لا طبعا، هي مزيلات العرق فيك دلوقتي حاجات كتيرة بتبقى مصنعة بطريقة طبيعية، ما فيش فيها مواد كيميائية، ما فيش فيها منتجات. يعني احنا دايما لما بنجيب مزيل عرق نجيب مزيل عرق، ما نجيبش حاجة اسمها مضاد للتعرق او مانع للتعرق، لان دي زي ما قلت لحضرتك زي فكرة الشابة انها بتقفل المسام، فلما نقفل المسام والعرق مش عارف يطلع على الجلد يبتدي يعمل التهابات في الغدد العرقية، وبالتالي بتبقى مشكلة بنحتاج نعالجها بمضادات حيوية ونتابع مع الدكتور. لكن احنا لما بنستعمل ممكن نستعمل مزيلات العرق العادية، بتبقى في شركات كتيرة دلوقتي بيبقى معمول حاجات مصنعة طبيعيا بحيث ان ميبقاش ليها اي اعراض جانبية. بس الاهم من ده كله ان احنا بنحافظ على النظافة الشخصية بتاعتنا. النظافة الشخصية بتاعتنا وازالة الشعر في الاماكن تحت الابتين بالذات ده مهم جدا علشان ما يعملش لينا بكتيريا، فبالتالي تعمل روائح مش مزعجة مع الحرق. شكرا جزيلا دكتورة رشا على هذه النصائح والمعلومات المفيدة، وشرفتينا اليوم في استوديو ظفرة.